تخيلوا معايا الإخوان أن عمة غتقتل بنت خوها بسبب الغيرة، بسبب الغيرة. وهادشي كامل علاش نظاركم؟ لأن هي بنتها بقى ما تزوجاتش وبنت خوها دي تزوج، هذه الأولى. ثانيا لأن بنت خوها كتقرا مزيان وبنتها لا. ثالثا لأن بنت خوها حسن من بنتها، خدامة وكلشي. فهادشي كامل العوامل كاملين دفعوا أن العمة دير السحر لهاد البنت هادي، كان دات لها السحر باش تسطيها باش تخلخلها، صدقات أن داك السحر قتلها وهشها وماتت. واللي كيضر بزاف هاد القصة هو أن من مورا ما ماتت البنت ماتت الأم حتى هي. فتبعوا معايا القصة من الأول حتى الأخر. وشكون اللي عاود ديال القصة؟ عاودها ليا الأخت ديال هاد البنت هادي اللي توفات، هي والأم ديالها. فداكشي علاش بغيتهم كاملين تكملوا معايا القصة حتى الأخر، ومكرهتكمش انكم تبارطاجيو القصه وتعطيونا الاراء ديالكم على القضيه هذه. مالوروزمون هادشي ديال السحر راه كاين في المغرب وباقي كيتفشى، وانا باقي لحد الان ما فهمتش اشنو كيدفع الانسان. هذا واحد السؤال اللي بغيت فريمون نطرحو، اشنو كيدفع الانسان انه يدير هادشي لخوه؟ ولا علاش هاد الحقد وعلاش هاد الشر وعلاش هاد قمة ديال الشر اللي كاين في الانسان انه يمشي يسحل واحد ولا يضره ولا يمشي يهلكه؟ و اشنو واش غادي تطفروا في هذه الحياه هذه؟ خصكم تعرفوا انك غير كتجي وكتمشي منها. علاش دير هذا الشر كامل؟ واش ما عارفش بان كاين الله اللي كيحاسب؟ واش ما عارفش بان كاين واحد يوم الحساب ملي غدير واحد انسان واحد السحر اللي غادي تضره وتوكلوا السم وتقتلوا؟ واش ما كتخموش لهذا الشيء؟ واش ما كتخموش لهذا الشيء؟ ما فهمتش انا الناس اللي كيديروا هذا الشيء ديال السحر. هذه الرساله ليكم. فهم دور القصه ديالنا. القصه كتعاود على واحد البنت سميتها فاطمه. هاد البنت هادي كانت بنت بالدار، ظريفه بزاف، كتقرا مزيان، المهم الصلاه كانت، المهم ديك المثال ديال البنت اللي شاده الطريق، فهمتي؟ كان باها كيديها كيجيبها، المهم شاد البنت طريق وكانت كتقرا مزيان ديال بصح. منين وصلت البنت 14 عام الاب ديالها توفى. فشكون اللي غادي يتكلف بهم؟ يتكلف بهم العم ديال هاد البنت هادي. هاد البنت هادي كانوا عندها 3 عمات، جوج عمات كانوا حنانات عليها، والعم الاخرى كانت كتنافقها حتى هي، كانت كتبين انها رحنين عليها ولكن كانت كتنافقها. وهاد العمة هادي هي اللي دايره عليها القصة. فتبعوا معايا مزيان الاخوان بشويه بشويه. فمنين بدات كتكبر البنت بداو كيبانوا في ان البنت غادي تمشي بعيد في قرايتها، لانها كانت كتجي ديما هي الاولى. البنت ديال هاد العمه اللي كانت كتنافقها ما كانتش كتقرا مزيان، كانت خارجه الطريق، كانت ديما كدير المشاكل، ديما كاين هذا، المهم بنت فيها المشاكل ديال بصح. وديما البنت الاخرى كيضرب بها المشاه في العائله. هذيك البنت ظريفه، هذيك البنت الله يعمر لها الدار، هذيك البنت ما كرهناش كون لولدنا ونعمه التربيه. والعمه كانت كتشوف هذا الشيء وكتزاد الغيره فيها في قلبها، ومع ذلك كانت كتنافقها. وكانت ديما ديك العمه كتمشي ما كتخلي ما دير مع ديك البنت عندها، كتمشي كتشري ليها باش تبينها، كتمشي مهم كانت كتبغي تبينها في لو توب دي توب. ولكن مالوروزمون ان البنت كانت كليخه، فهي فهمتي كانت كدير شي حوايج ما هماش. المهم البنت هاد البنت ديال هاد العمه هادي، المهم حصلت شي حوايج، كانت دخلت الحبس وخرجات، المهم كانت كدير المناتيب بزاف. البنت الاخرى وصلت الباك، شداتو بمونسون، الاخرى ما شداتش الباك، عاوداتو العام الثاني ما شداتوش، العام الثالث ما شداتوش. البنت الدقه الاولى شدات الباك، شدات مونسون. وهنا هاد العمه هادي تزاد الحقد اكثر على هاد البنت، كتقول علاش بنتي ما تكونش احسن من هاد البنت هادي؟ اصلا هاد البنت هادي شنو؟ وديما فهمتي دابا هي شنو كانت كدير هاد العمه قدام العائله وقدام الناس؟ كتبين انها راه كتبغي بنت خوها وكتقول لها هادي، ومن مورا ظهرها كتقصفهم، راه مسخين، راه هادي، وكيد تطلق عليهم اشاعات. داكشي هما كانوا كيسولوا ديما شكون اللي كيطلق علينا هاد الاشاعات هادو؟ هما الاشاعات كانوا كيجيو من هاد العمه هادي. فدازوا السنوات،
البنت خدات الشهادة ديال الهندسة، ولات انجينيور وكذا، مهندسة الدولة، واش كتوشي بصالير مزيان فهمتي، ولات خدامة في واحد البنت ولات خدامة في واحد شركة كبيرة، ولات إطار كبير في واحد الشركة. فهنا العمة عاد باش زاد الحق كبير ولا على هاد البنت هادي، فولات باغا تخلص منها. شوفوا كتقول شو علاش هي احسن. شوفوا الحق، شو الشيطان فاش كيتملك الانسان. خصكم تفهموا واحد القضيه، علاش كنقول لكم ما تخليوش الحسد يعمي لكم العينين ديالكم، او الغيره تعمي لكم العينين ديالكم. ديما سيطروا على داك الحسد وداك الشر ديال القوى الشيطانيه، سيطروا على هاد العمه هادي. هنا القوى الشيطانيه وداك الحسد وداك الغيره باش كتملك بها بشويه الشيطان داك يتوغل فيها. كتشوف بنتك كتضيع، كدير والو في حياتك، كتصرف عليها وكذا، وعاطيها المكياف، مهم ديما الشوهه ديما هذا. الاخرى فين واصله؟ وكانت كتجي عندهم الدار. وبالعكس على ما عودت الاخت ديال هاد البنت، انها هذيك البنت زعما اللي ماتت في داك الشيء كانت مهليه في هاد عمتها، كانت كتجيب لها كادوات، الا خصها شي حاجه كتعطيها ليها، كانت كتعاملها بحال ما ماش كتقاس. كتقول البنت كتقول هي كتعامل معايا زوين، علاش انا غنتعامل معاها خايب؟ المراه هي الاخرى ما كتحملهاش، ما كتطيقهاش، كتقول علاش بنتي ما تكونش في حالها، وبنتي انا خصها تكون احسن منها. عارفين داك النوع في العائله كيكون ديما واحد النوع، واحد الفرد من العائله كيبغي ولادو يكونوا هما الطوب، فهمتي، يمشي يعفس على اي واحد اخر، مهم ولادو يكونوا هما الطوب. كاين هاد الفرد من العائله دوك كيكونوا عندهم عقد نفسيه في الصغور، وما عرفتش كيكونوا الانسان تيكت ايزي يكون عادي، ما كاينش هذا احسن من هذا، كيبقاو عائله، ما كاينش هذا احسن من هذا ولا هذا احسن من هذا. هذا عاد كشاع ترات، راه كنا ليه كنا غنموتوا، اش غيتفكرك شي حد؟ ما يتفكرك حد في اخر مطاف. دوز 40 عام غينساك بنادم، 70 80 عام بنادم راه كيدير حمق راسه في هذا الشيء. المهم هي كتبغي بنتها تكون هي الطوب. فدازوا سنوات بنتها بقات في هذيك الحاله، والاخرى غادا كدير الانجازات وداك الشيء. فجاء هالبنت هاد المهندسه، جا لها واحد الانسان طريف فهمتي، خدام في الدوله، اطار كبير في الدوله وداك الشيء، فساقت الاخبار العامه. قال لها راه غيجيو شي ناس، مشات الام ديال هاد البنت هادي قالت لها، قالت لها عمتها راه غيجيو الناس خطاب عند بنتي قدام رينا الغلو الحاقد. قال هذا جات العمة باش تشوف لكم هاد العريس، من شافتو زوين طولة عائلة كبيرة في المغرب وداك الشيء. هنا بدات كتفكر، مشات على تكون مشات عند شي واحد سحار ولا معرف شنا هو، مشات جابت واحد العيبات على أساس كادو، مشات عطاتهم لك البنت، قالت لها أنا راه جبت لك هادو التمايرات ومعرف شنو داك الشيء. المهم جات لها شي ماكلة في شكل، هي ماكلة ولكن داك الشيء كان وسط ديك الماكلة. مشات عجاج عمتها وداكشي، مشات كلات منها، على ما كتعاود الاخت اون فوا كلات من داكشي، اون فوا كلات من داكشي، ماشي داكشي بان فيها ديريكتومون، داكشي تدريجي. اولها ان البنت ولات كتدخل وكتخرج في الهضره بحال اللي كتصدى. مشى داك العريس، مشات قالت لي ولات كتسبو، كتقولي بعد مني، ولات كيجيوها شي نوبات في شكل. ثانيا بدات البنت كتضعف، ولا سمعت الهضره، شعرها بدا كيطيح، وندوك شي اعراض ملي كيدوا عند الطبيب، كيقول لها الطبيب راه مالك والو. شو غريب في الامر، كتمشي عند الطبيب، مشات دات امها عند بزاف ديال الطب. امها هنا حتى كتشوف بنتها اللي كانت ناجحه كتضعف بحال هكا قدامها، وداك الشيء هنا كتسائل كتقول شنو هذا، شنو هادشي اللي كيطرا زعما، راه مايمكنش. فهنا بداو كيلاحظوا ويتفكر. الاخت ديال هاد البنت قالت لها ماما راه من نهار عطاتها لعمتي الفلانيه هاد الماكله، وهي راه بحال هكا راه صحتها هما يرجعوا السينتا. والعمه هنا قطعات الاتصال معاهم نهائيا، فهنا تاكدوا بلي العمه هي السبب. شويه السيده كتسمع كتضعف، تباتت من مورا ما ماتت الام، حتى هي تبعاتها ماتت تاهي. وهادشي كامل بسبب شنو؟ بسبب السحر، بسبب الشعوذة، بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب شي حاجة اللي أصلا ما تستاهلش
ما تستاهلش ان واحد يدير هادشي كامل علاش حيت هذا احسن منه. ما يستاهلش. في الاخر هي ماتت، الاخرى حتى هي ماتت، ود عم سحب لكم غتنتحى طفر في حياته والله لا طفراته، كيسحب لهم انهم غادي يفنوا في هذه الحياه حتى حاجه ما فانيه في هذه الحياه. فهادشي اللي كاين الخوت، انا القصه اللي درتها غير للعبره. اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو ولا كان كيفكر يدير هادشي ولا كان منع ولا كيدير هادشي، كنقول ليه من هذا المنبر والله لا طفرتيه في حياتك، والله لا طفرتيه في حياتك. الا كنتي منع ولا كيسحر ولا كيفكر في هادشي ولا كيفكر في اذيه الاخر وداكشي، والله لا طفرتيه في حياتك. كنتي محسد ومغيار، عمرك طفر في حياتك.